السلام عليكم طلابنا، نكمل هنا lesson 2 تكملة لموضوع الـ active and passive لكن by agent. هسه راح نشرح what does it mean by agent. agent هنا نقصد به انه نذكر الفاعل اللي حذفناه من الجملة في نهاية الجملة. نقصد بكلمة agent هو ذكر الفاعل بعد كلمة by اذا كان بالذات اسم علم proper noun، اسم علم او اسم شخص مهم عفوا او اسم شيء مهم، فسوف يتم ذكره في نهاية الجملة. Like this. هاي جملة الكتاب. This example on your books. The director runs the filming. Active. المخرج يدير التصوير. جملة active. راح نحولها إذا إلى passive. الفيلمينج. The filming هو هنا الأوبجكت. راح نجيب هنا راح يكون قلنا نائب فاعل. The filming. مفرد. التصوير هو شيء مفرد يأخذ is. The filming is run by the director. هنا ذكرنا الفاعل اللي حذفناه ذكرناه في نهاية الجملة بعد كلمة by. يعني لما أقول لك بالامتحان حول الجملة من الactive إلى passive with agent، أذكر لك كلمة with agent. هاي كلمة agent راح تذكر لي الفاعل اللي حذفته في نهاية الجملة بعد كلمة by. The filming is run by the director. التصوير يدار من أو يعني يتم إدارته من قبل الدايركتور المخرج. Okay, another example. The teacher gives the students some homework. المعلم يعطي دروس اللي يعطي للطلاب بعض الدروس أو الواجبات. الactive. نرجم الactive. راح نحولها إلى passive. The students are given. إحنا خذنا are. The students جمع. The students plural noun are given. Give سير بالتصريف given some homework. الطلاب قد أعطيوا أو تم إعطائهم بعض الواجبات. هنا من أقول لك اذكر الأجنت يقول لي by the teacher. The teacher هو الأجنت. The students are given some homework by the teacher. الصور واضحة يعني مثال وسهل مفهوم إن شاء الله. Harry scored a goal in the game. هاري أحرز أو سجل هدفا في اللعبة. Active. أريد نحولها إلى passive. هنا هاري اسم علم proper والgoal هو المفعول به. نشطب الفاعل omit the subject. راح نجيب الgoal الobject. A goal was scored in the game by Harry. A goal was scored. Goal. ليش هنا was طلاب؟ هنا was لأن انتبه لي هنا الفعل أساسا بالجملة هو بالماضي. لما أعتمد يعني لما أريد أحول جملة من المعلوم إلى المجهول انتبه على زمن الجملة، هذا شيء جدا مهم. يعني زمن الجملة هنا بالباس past simple ماضي بسيط، هنا خدت الفعل المساعد was is يصير بالماضي was. A goal was scored يعني هدف تم إحرازه أو قد أحرز in the game by Harry. هنا ذكرنا الفاعل لأنه جدا مهم Harry. okay. Another example. Ahmed drives the car. Ahmed هو اللي يقود السيارة. Active. The car is driven by Ahmed. إذا قلنا the car is driven السيارة قد تم قيادتها، لكن أقول لك by agent يعني with agent sorry راح تذكر لي by Ahmed. ليش؟ لأن هنا أحمد اسم علم فنذكره بنهاية الجملة. The car is driven by Ahmed. Okay. Thanks a lot. Bye.